سلام عليكم البلاد، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ جمعة مبارك، يدخلكم الصحة والسلامة واللي تمنيتو اليوم إن شاء الله. معكم نادية شانيل. اليوم غادي نصوب الخبز تاع الترك، غادي نوريكم اش خاص نديرو. وهنا درت 3 جبانيات تاع الفارينة، جبانيات قدوك ولا اللي قد عندكم، كندير 3 فارينات. و غادي ندير دانون ناتور، و غندير الخميرة تاعي 42 غرام هنا ولا 40 ما يمكنش ديرو، غنديرو هنا وفي الجبانية، وغنزيد فيه شوية الماء، وغندير فيه وشقة تاع السكر، وغادي نخليه نزمطو عليه، نخليه تيتنفخ ليا. وهنا غندير شوية الملح على قد القياس تاعنا، وغندير وشقة تاع السكر ودانون تاعي. ديما كنقول تاعي، سمحوا لي البنات. وغندير زيت العود، غندير 2 وشقات تاع زيت العود. اي وقعوا معايا البنات، انا درت 2 وشقات تاع سكر مانا، حك تاع الدانون تاعي ناتيغا. وهنا وهنا درت 1.5 وشقة تاع الملح، وهنا 2 وشقات تاع الزيت. ودابا غادي نحرك هادشي كامل مزيان. من حركت هادشي كامل، غادي ناخذ الخميره تاعي اللي قلت لكم درتها بالماء ووشقه تاع السكر، غندير هنا هانتو، وغادي ندور هادشي كامل في الغوبو تاعي، وغادي نزيد الماء، زيدو على قياس تاعكم، كل مره زيدوا شويه تشوفوا العجينه. انا بقوا معايا وغادي نوريكم هادشي كامل، كيجي واحد خبز واعر البنات، واعر بزاف بزاف بزاف. دابا غادي نزيد الماء، وغادي ندور في الماكينتي، غنزيد شويه الماء، شتو البنات كيفاش كتجي؟ هانت ما كتعرفوها هكا، شوف عرفتوها صافي مزيانه. ودابا غادي ندير لها شويه زيت العود فوق منها، وغادي نغطيها نخليها تنفخ. هانتو بقاو معايا البنات، هنا درت لها السيلوفان كما تشوفوا، ونخليها تخمر على خاطرها. غادي نوجد انا بلاطوات بعدا يكونوا واجدين باش نكرس الخبز ونديرهم فوق منهم ان شاء الله. ايوا تبعوني يا البنات، هنا وجدت بلاطوات توعي، ديما كنقول لكم توعي، الله يسمحوا لي البنات. بلاطوات درت فيهم بابي كبيسة، ها هو الاخر هو بحالو. وغادي خاصنا بيضة صفراء، درت فيها شوية الملح ونخلطها بالبانسو باش غندوز فوق منهم، غادي نوريكم. وهنا عندي سانوج هانتو لي غندير فوق من الخبز تاعي، خبز كنت غنقول لكم تاني الخبز كيما تشوفوا، سمحوا لي البنات والله العظيم كنديرها بالعاني.
ايوا دابا انسنى هذا كتنفخ شتو دات كتنفخ نسناها شويه وغادي نكرصها وغادي نوريكم هادشي كامل كيفاش جا دابا هاد ما كتلصق ما والو شتو دابا غادي ندير هاد شويه الفرينه في البلون طراي تاعي هانتو شوف كيفاش كيجي هانت كيجي واعر ندير هكا وهنا غادي نقسم العجينه تاعي ويلي تاني قلت لكم ويلي خاصه نخرج هذيك تاعي خاص نتعلم منها هانتو هي ندير شوية فرينة شوف كيفاش كتجي غادي نحطها هنا دابا غادي ندير فوق بلاطو تاعي ويلي سمحوا لي البنات تبعدوا شويه باش يبان لكم هانتو وغادا نكرس هذا ندير شوف كنجي هكا هك هك
تشوفوا ولا لا شوف كيفاش ندير بيديا هانت كيفاش كتجي شتو كندير لها هذه الزواقة وغنخليها تخمر ونغطيها بالزيت نحط هذه هنا وغنزيد الاخرى حتى هي بحالها وغادي نكرس حتى هي تي كتجي خفيفة واعرة ما كيعجبني انا خبز عطر والله كيعجبني مع خفيف زوين وهنا غادي نبدا بحال الاخرى وغادي نزيد بليكم هانتو كيجي بحال هكا نغطي تاعو غادي نخليه يخمر سوا هما كتشوفوا خبز تنفخ هانتو ودابا غادي ندوز ناخذ الصفار تاعي اللي قلت لكم درت فيه شويه الملح ها انتو وغادي ندوز فوق منه ملي غنكمل غندوز بالباسو غندير سانوج فوق منه
كيجي خبز زوين وخفيف. غندير سانوش تاعي كما تشوفوا هاد كيجي هكا. شتو كيفاش كيجي؟ كيجي واعر واعر زوين. ها انت غندوز لاخر تا هو غندير ليه نفس القضيه. ها انت لا شتو ها انت كنزيد ندوز عليه بيدي هكا. مع النفاخ يحيد شويه وكنزيد ندير فوق منه هكا. نوع ما نحطو هكا هانتو دابا غادي ندوز تا هو بحال لاخر الصفار تاع البيض. جربوه البنات وغادي تشوفوا ما كيجي واعر. ولا عندكم الوقت بحال هكا تشري وما تصوبوا في الدار عندكم السخون سورتو كيجي مع الزبده الصباح. اش غنقول لكم البنات يجي واعر زوين. ولا ما عندكمش سانوج ديرو جوج لان بغيتو. ولا بغاش يدير شي حاجه يخليه هكا سامبل. شوفوا نتوما اللي عجبكم ديروا اللي عجبكم. نقرب لكم شويه باش يبان لكم. ايوا دابا غادي ندير جوج لان تاعي جوج لان سمحوا لي سانوج. الفران تاعي سخون ونكمل وندير الفران. انا نوريكم كيفاش كيجي.
دابا غادي يدوز للفران وغادي نوريكم ملي يخرج من الفران كيدير. جيسبر يعجبكم. ما تنساوش الناس ابوني و ابوني عندي وخلوا لي لايك و لي كومونتير. نشكركم بزاف وقوا معايا البنات. ها انتو البنات شوفوا كيفاش جا الخبز. شوفوا 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 كيفاش شش. ها انتو شوفوا كي دي من اللور. ها انتو شوفوا كي جا زوين باقي سخون. ها انتو شوفوا ايوا جربوا البنات. اما الخبز تاع الدار شوفوا الاخر تاع هو. ها انتو شتو ها انتو ها انتو نقرب لكم. ايوا جيسبر هاد الفيديو عجبكم ونقول لكم صحه فطوركم. وما تنساوش ناس جداد ابونيفو وخلوا لي لي كومونتير ولي لايك. ونشكركم بزاف 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 شجعوني يا البنات. ونشكركم بزاف. يو بسلامة بسلامة البنات.